طيب زي ما قلت لكم في البدايه عندنا موضوعات كتير هنتكلم فيها النهارده باذن الرحمن، بس عايزين البدايه تكون مع ماتش يوم السبت الجاي امام الحرس الوطني بطل النيجر، طبعا في مرحله اياب دور ال 32 من دوري ابطال افريقيا. طبعا الماتش فيه منتهى الاهميه لعده اعتبارات. اولا طبيعي جدا يعني ان الاهلي يكسب ويتاهل لدور المجموعات، وطبيعي انه يعني يكون على راس احد المجموعات الاربعه لانه بطل افريقيا في اخر نسختين، بس احنا عايزين نشدد على اهميه الفوز وان الفوز يكون بنتيجه كبيره تحديدا. ليه؟ لان مش لسبب ده، كذا سبب الحقيقه. اولا محتاجين ان احنا نبعت رساله تحذير مبكره جدا لكل المنافسين ان النادي الاهلي الموسم الحالي هو الفريق الاقرب والاقوى والاوفر حظا في الفوز بدوري ابطال افريقيا. دي نقطه. النقطه الثانيه محتاجين نرجع للعيبه يعني ثقه الفوز بنتائج كبيره، خصوصا بعد التعادل اللي شهدناه مؤخرا في ماتش الذهاب بنتيجه 1-1. هي الى حد ما نتيجه هنقول مش وحشه، لكن مش الاهلي اللي يتعادل مع فريق امكانياته قد تكون اقل بكثير من امكانيات فرق تانية هنلعبها في مراحل يعني لاحقها، ولا ايه؟ انا بتفق معاك جدا. موضوع الثقه وانعكاس كمان الانطباع عن الاهلي وقوته عند كل المنافسين امر لابد منه، امر مهم جدا يعني. واحنا بنتكلم ان بعد ايام قليله جدا ماتش كمان العوده اللي هنتاهل ان شاء الله فيه لدوري المجموعات، هنكون على موعد مع انطلاقنا الموسم بقى الكروي الجديد، ولقاء قوي جدا مع الاسماعيلي ده يوم 27 اكتوبر تحديدا، وبعد كده هنلعب البنك الاهلي زي ما حضراتكم عارفين، وبعدين ماتش القمه بقى اللي هو الزمالك قبل فتره توقف الدوري عشان ماتش المنتخب مع انغولا في تصفيات المونديال. فبنتكلم هنا مهم جدا اننا نوصل يعني لاول توقف بعد ماتش القمه واحنا معانا العلامه الكامله، بنتكلم على 9 نقاط ومتاهلين لدور المجموعات في دوري ابطال افريقيا باداء برده هنرجع نقول لازم يكون مميز، لان ده اللي هيدينا بقى الثقه زي ما انت كنت بتقول، يعني ثقه كبيره في بقيه المشوار، خصوصا انه في اكتر من فتره توقف، احنا بنتكلم في نهايه يعني العام عشان بطوله العرب زي ما حضراتكم عارفين، وكمان في يناير عشان كاس الامم الافريقيه، فدي نقطه اكيد مهمه. رساله ثانيه بقى بنتوجه بيها المره دي يعني للجماهير بشكل عام، يعني اخر حاجه هنختم بيها كلامنا واحنا بنتكلم عن اهميه البدايه القويه لفرقتنا سواء محليا او قاريا. عايزين نقول لكل جماهيرنا من فضلكم خليكم عارفين كويس قوي ان ده موسم الاشاعات، يعني متوقع جدا ان انتوا هتلاقوا اليومين ثلاثه الجايين او الفتره اللي جايه اخبار النادي الاهلي وجهازه الفني واللعيبه بتوعه ومدربه في كل وسائل التواصل الاجتماعي، وطبعا كل واحد بقى بيكتب خبر او بينشر خبر ما وبيجتهد بقى وبيجود وبيزود من عنده عشان يركب الترند بالتعبير الدارج. احنا مش عايزين غير اننا نركز في حاجه واحده بس هي فرقتنا وبس، مفيش اي حاجه ثانيه، وان شاء الله هناخد كل يعني خطوه بخطوه ولكل مقام المقال زي ما بيتقال. يمكن الكلام اللي انت بتقوله ده كريم كمان كابتن محمود الخطيب اتكلم عنه وركز عليه لما قال يعني او تحديدا اتكلم كان وقتها عن الفرق الرياضيه وكره القدم بشكل خاص في المؤتمر يعني اول امبارح، هو قال احنا بنقفل صفحات البطولات اللي اتحققت عشان نفتح صفحات بطولات وانجازات جديده، وده يعني لازم يتحقق بتكاتف الجميع. دي نقطة مهمة جدا، نتكلم عن إدارة، أجهزة فنية، لعيبة، جماهير، لأن الأهلي وجماهيره في الأول وفي الآخر مش هيشبعوا من البطولات، وإحنا لينا وقدامنا لسه تحديات وطموحات كبيرة، فعايزين نركز، مش عايزين بقى إن إحنا كريم نقعد فعلا يعني هو أصل ده بقى الوضع خلاص، هو ده الوضع القائم، إن إحنا كل يعني فترة وموسم جديد لازم يطلع لك إشاعات ويقول أو حد يقول لك من مصدر خاص ومصدر موثوق واسمع مني واعرف مني المعلومة. يعني ما خلاص قلنا اي ومين حاجه ومين ماشي ومين جاي ومين يعني قاعد عشان خلاص يا جماعه احنا بناخد الكلام من المصدر الرسمي بتاعنا مفروض. غير كده ملناش فيه، فده مهم جدا، وطبعا احنا لازم نبقى في الاول وفي الاخر سند للفريق احنا واثقين فيهم، ان شاء الله يبقى موسم يعني ناجح جدا على الاهلي ونحقق فيه البطولات اللي احنا نستحقها، لان هو ده اكيد اللي احنا نستحقه كاهلاويه. صحيح. طيب